مساء الخير وفرصة سعيدة أن ألتقي بهذه الوجوه الجميلة المألوفة، يعني في معظم الأخوة الموجودين كانت لنا لقاءات عديدة فيهم، وربما أخيب ظن الأخ العزيز في أنه أتناول بالتفصيل ليلة 9 من أبريل. ما يهم هو أن نقرأ المستقبل، أن نقدم قراءة استشرافية. وأتذكر في اللقاء الماضي يمكن قبل سنة ولا شيء، كنا أيضا تناولنا صورة المتغيرات في المشهد الدولي في حينه، ولما الأخوة الأعزاء في المنبر التقدمي دعوني مشكورين بالحديث في مقر الجمعية، واصلت القراءة التحليلية للمشهد السياسي. ففي شكل متعاقب أفضل أنه ما نعود للخلف وأن ننطلق من حيث نحن الآن. وواقع الحال أننا على مفترق طرق، على صعيد العربي الإقليمي والدولي، وأنه مهم أنه أي صياغة استراتيجية كفاحية في المنطقة، استراتيجية نضالية، أن احنا نلتقط هذه المتغيرات ونقدم قراءة تحليلية إلى أين نقف الآن. قلت فيما مضى أنه نتيجة العجز العربي منذ مرحلة اليقظة العربية حتى يومنا هذا، نحن نتأثر كثيرا أكثر من غيرنا بالعوامل المحيطة. ولذلك أسباب، بعضها له علاقة بالتاريخ، بعضها له علاقة بالجغرافيا، والبعض الآخر مرتبط بالهشاشة، هشاشة الهياكل الاجتماعية وغياب الدولة بمفهومها المعاصر على مستوى الوطن العربي. اليوم المشهد، مشهد الفوضى، مو هذا أمل الفوضى اللي عمت المنطقة في العقد الأخير، في بعض المؤشرات تقول إنه احنا في مراحل الفصل الأخير أو الفصل ما قبل الأخير من هذه الفوضى. وإحنا نعرف أنه السياسة العالمية لها صناعها، وفي خلال من عام 90 إلى 2003 تفردت الولايات المتحدة بالهيمنة على صناعة القرار الأممي، وكانت مرحلة نشاز في التاريخ الإنساني، لأن التاريخ الإنساني لا يقبل تفرد إمبراطورية واحدة مهما كانت قوتها وجبروتها على العالم. القانون العام في التاريخ الإنساني هو تعدد مراكز القوى، تعدد الإمبراطوريات. وأيضا العلاقات الدولية في القانون العام قائمة على الصراع، على صراع الإرادات، وليست مبنية على التفاهم. والتفاهم هو اللي ناتج تسويات تاريخية تعبر عن عجز المتصارعين عن أن يحسموا الصراع لصالحهم، عجز أي طرف أن يحسم الصراع لصالحه. تلجأ هذه القوى إلى تسويات، ونتائجها في الغالب هي ترصين العلاقات الدولية
بما يضمن مصالح المنتصرين. المرحلة اللي تم فيها احتلال العراق هي أعلى مراحل الفوضى في العالم، وعبرت عن ضعف للمؤسسات الناظمة للعلاقات الدولية وعدم قدرتها على أن تتخذ أي قرار في صيانة السلم العالمي. ولن نذهب إلى التبريرات واللغة اللي تبدو خشبية لتبرير احتلال العراق، لأن الاحتلال العراق يأتي في سياق هذه الاستراتيجيات وليس خارجها، وسياقها ليس هناك مكان لفكرة الديمقراطة ولا لحقوق الإنسان. في سياقها هو تأمين مصالح أكبر، نهب أكبر، نزعة توسع، نزعة عدوان، وما عدا ذلك هي كلها كليشات لتبرير المشروع. اليوم نلحظ في خلال الشهرين الماضيين جملة من التحولات تيجي بعد نهاية عصر أوباما، عهد أوباما، وتسلم دونالد ترامب للسلطة. عهد أوباما اعتمد على شيء اللي هو soft policy، سياسة ناعمة، أنه تتحقق أهداف الولايات المتحدة بأقل التكاليف العسكرية، ولم يكن بمقدور أي كان أن يعمل ما عملته هذه السياسة من تفجير الأوضاع الداخلية في البلدان العربية، بحيث شهدنا الحرائق تشتعل في سوريا، إضافة من قبل العراق، في ليبيا، في اليمن، في رتوش هنا وهناك، وأنتم أعرف ببقية السردية. صعود المفاجئ والسريع لروسيا بقيادة فلاديمير بوتين كان عنصر معوق كابح إلى استمرار حالة الفوضى وإلى إعادة مراجعة للسياسة الدولية. وقبل رحيل مغادرة أوباما عقد مؤتمر جنيف 1 وجنيف 2، وخلص الأمريكيون إلى أنه لا مخرج في سوريا غير التسوية السياسية. من جانب آخر، يعني القرار الأمريكي له صدى، ينبغي أن يعني لابد أن يكون له صدى على القوى الإقليمية. رأينا في توافقات لأول مرة بين تركيا وإيران، بين روسيا وتركيا، فيه دخول وإن كان خجول إلى مصر في الصراعات الموجودة، سواء في ليبيا، في السودان، في سوريا، وبدأت تتبلور صيغة يعني تسوية تقوم على أنه فرض الأمر الواقع. يعني إحنا ما راح نعيد عقارب الساعة لما قبل أحداث 2010، وإنما سنقف عندها، وبمعنى ذلك أن التسويات راح تقوم على بموجب الخرائط الموجودة على الأرض. والخرائط الموجودة على الأرض هي أنه عندنا بلدان عربية تفتتت، فأي تسويات ضمن الواقع المعطى تعني ترسيخ مشاريع التفتيت في الوطن العربي، ضمنها في سوريا، في العراق، في السودان أمر واقع، في ليبيا أمر واقع، وفي اليمن أيضا أمر واقع. فهي هنا الخلل، أنه أي تسوية تاريخية لن تقوم على أساس إعادة الاعتبار لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ اللي حكمت القانون الدولي في مناهضة في احترام سيادة الدول. وهنا كانت نقطة الافتراق بين شعوب
تتوق إلى الحرية والديمقراطية، ولكنها لا تتفق مع، يعني لا ترى في هذه الشعارات يعني وضعها موضع التنفيذ، لا يمكن أن يتم وفق السياقات الخرائط الموجودة حقيقة الآن على الأرض. لاحظنا في المرحلة اللي أعقبت مباشرة مجيء ترامب فيه ارتجاج، لأنه الرئيس ترامب في حملته الانتخابية أعطى تصريحات متناقضة تجاه السياسة الإقليمية في منطقتنا. أعطى من جهة أنه هو لا يعترف بالاتفاقية النووية اللي عقدتها بلده مع إيران، أعطى أنه لن يرسل جيوش، ومن جهة ثانية وعد بأنه يقضي على داعش خلال عام من تسلم السلطة. أعطى أنه تصريحات مع الكيان الصهيوني وتصريحات ضد الكيان الصهيوني، أعطى تصريحات ضد الحلفاء في العالم في أوروبا وفي المنطقة العربية، هو أعطى تصريحات مع استمرار التحالف مع القارة الأوروبية وأيضا مع الأنظمة اللي هي الحليفة في توصف بالمعتدلة بالمنطقة العربية. تحدث بنفس عنصري عن الإسلام، عن العرب، عن، وفي نفس الوقت أكد في تصريحات أخرى حرصه على علاقات جيدة مع الدول الصديقة في المنطقة وفي أوروبا. هذه التصريحات أوجدت حالة من الارتجاج حتى في المواقف السياسية. لاحظنا أنه مع مجيء ترامب في الأيام الأولى تركيا بدأت تتراجع عن مواقفها اللي أعلنتها في أستانا واحد اللي هي الحل السياسي والاعتراف بإقرار وجود القيادة السورية لمرحلة مؤقتة، وبدأ في المنطقة يزحف في المنطقة الشمالية في الباب ويقترب من منبج ويقترب من المناطق اللي فيما يتعلق بالعراق. كان في قلق كثير عند إيران وفي ارتجاج أيضا في الموقف الإيراني، شو راح يكون الموقف، موقف ترامب، سياسة الجديدة تجاه العراق. في قلق كبير أيضا عند الحكومة العميلة اللي نصبها الاحتلال موجودة في العراق. فيه حديث بدأ يعني ياخذ مجاله على نطاق واسع، انه القضاء على داعش في المحافظات الاربع، ديالى ونينوى والانبار وصلاح الدين، لا يعني أنه تعود الدولة المركزية لفرض سيطرتها على هالمناطق وفق الآليات القديمة، وإنما ضمن لابد من قيام إقليم سني في المناطق في ما كان يعرف سابقا بالمثلث السني. الفترة الارتجاج هذه تم فيها تسعير للصراع. الحكومة العراقية من جهة تتحرك بسرعة في محاولة أنها تأخذ مواقع في المناطق اللي يحتلها داعش، وأيضا من جهة ثانية كان في شعور بأنه لابد من تسوية مع المكونات الفاعلة في العراق، وبالنسبة لهم يعني بين يعني علامتين بين القوى السنية، وللأسف يشار دائما إلى حزب البعث العربي الاشتراكي كمكون سني في هذا الاتجاه. وبدأت الاتصالات، أنا كتبت مقالة في نشرت في الخليج وعيد نشرها في الوسط عن هذه التحولات اللي صايرة، و
يعني هي كلها معلنة لما هو قليل مش معلن، بس معظمها معلن. على سبيل المثال التقاء البعث، بعض قيادات البعث بمسؤولين أمريكيين، التقاء بعض القيادات البعث مع بمسؤولين أتراك، أيضا الموقف كردي من علاقة البعث بالمستقبل البعث بالتسوية السياسية. والأخبار دي أنا أعتقد أنها كلها متواترة ومعروفة، والحديث بالتفصيل عنها يعني ربما ما له، ما أدري إذا له لزمة ولا إذا ما في، إذا له لزمة ينطرح فيه يصير في الأسئلة ونجاوب عليه. فيه الدكتور محمد طاقة، هو أحد القيادات الكوادر البعثية، التقى بإياد علاوي علنا في عمان بحضور السفيرة العراقية صفية سهيل، وبرزت مبادرة الحكيم هو عمار الحكيم للمصالحة في العراق، وأيضا التقى بالملك الأردني الملك عبد الله الثاني، وشجعوا انه يعني انه إعادة النظر في قانون المساءلة. وهناك ما يؤكد أيضا انه الأمم المتحدة مكتبهم في عمان كان ضالع في التنسيق بين الطرفين، بين العمار الحكيم، بين الملك عبد الله، بين بعض القيادات البعثية، من أجل إنه إعادة النظر في قانون المساءلة. لماذا هذا الشيء؟ لأنه كان في محاولة لقطع الطريق على ترامب، إنه ترامب بدل ما في حديث حتى في الإدارة الأمريكية عن إمكانية قيام انقلاب عسكري في ضد الحكومة العميلة في العراق، ومجيء مؤيدين موالين للأمريكان. إمكانية هذا أنا مو متأكد من توفر هذه الإمكانيات، بس هذا مطروح. فيه أيضا إشارات إلى أنه يعني وجود الروس في روسيا في سوريا بدأت تخلق كلاش، حقائق جديدة بين صراعات بين الإيرانيين وبين الروس من جهة، وأيضا بين القيادة السورية وبين إيران. يعني كأنه الرئيس بشار الأسد بدأ يتحرر من الأسر الإيراني بفعل وجود القوات الروسية. الأكثر من ذلك، وهو هذا الخبر الصاعق، هو الصراع اللي الخفي اللي صار بين حزب الله وبين إيران، وبتحديدا بين السيد حسن نصر الله وبين القيادة الإيرانية، ووصل لحد إنه يعني الأخبار مؤكدة تشير إنه في الأربع شهور الأخيرة امتنعت إيران عن ضخ أموال إلى قيادات حزب الله. قيل في هذا السياق شيئين: الأول إنه الإيرانيين مستائين من الفساد اللي استفحل في ضمن قيادات حزب الله، إنه كثير منهم يملكون مليارات، وإنه ما في مبرر إنه يومية طلب بالمليارات من عندنا وأنتم عندكم ما شاء الله كل واحد في حسابه. وقيل لا، إنه الخلاف حول قضايا أخرى من ضمنها إنه الدور الإيراني في روسيا في سوريا. في لقاء مع الصديق يمكن الأعضاء المؤتمر القومي هنا يعرفوا، الأستاذ هاني سليمان، التقى بالسيد حسن نصر الله وقال له بالحرف الواحد: بدنا إياكم تأكدوا تركزوا كثير على العروبة وعلى العمل القومي، لأنه إحنا ما نثق في الإيرانيين. هذا الكلام يعني نقله الأستاذ هاني، أنا سمعته شخصيا من عنده يقول إنه أنا بلغت إنه أنتوا العروبيين الآن دوركم، لأنه
يعني دور إيران مو دائما، مو شرط دائما يكون إيجابي، وهذا حتى غريب أنه يطلع من عند نصر الله في اجتماع. شباب ما نسمع ورا احنا، اذا ممكن يقرب الميكروفون بس. لا في مشكله الان. كويس الان واضح. اوكي انا ما اخذ راحتي ارجع على ورا او على اي حال. في متغيرات في السياسات العربية، يعني لأول مرة منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في سوريا يصرح السيسي في مؤتمر صحفي بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ماركل في القاهرة أنه مع الجيش السوري، مع نضال الجيش السوري في مواجهة الإرهاب، ويسمي ما يجري في سوريا إرهاب. وهذا هذه نقلة، يعني خروج من من الصيغة الخجولة اللي بدأت من سنتين، اللي دائما اتصالات سرية ولقاءات بين الاستخبارات بين القاهرة وبين وبين دمشق، لكنها كلها تحت الطاولة. الآن لا، أول مرة يعلن عن زيارة السيد علي ملوك إلى القاهرة واستقباله للسيسي، لأول مرة يعلن عن زيارة رئيس الاستخبارات المصرية ومقابلته لمسؤولين في القيادة السورية. الجزائر اللي اتخذت موقف خجول من سنين، من 7 سنوات منذ صارت، من بدأت الحركة الاحتجاجية، بدأت تفصح أنها تتحالف مع سوريا ومع العراق في مواجهة الإرهاب. وفي تونس في إلحاح على عودة سوريا لجامعة الدول العربية. مصر تتبنى حضور سوريا للقمة العربية. نعم أمسك هذا يمكن يكون أفضل. لا لا في خارج الموضوع، كنا في المدرمان كان معي بوشيمة، وخلونا نسوي محاضرة في غرفة في ملعب كرة قدم بدون كهرباء، فمطلوب منا ندور على المستمعين، كل واحد يلقط كلمة زين. فعلى أي حال أنت مو أنت بجنبي حتى لو بدون ميكروفون زين، أفضل من أول يعني. أكيد سمعت قبل يومين بأنه صدر قرار سعودي بعودة تصدير النفط إلى مصر، عودة تصدير النفط إلى مصر، وهذا يجي أيضا في سياق التهدئة للتوجه العام في المنطقة كلها إلى أنه تعاد صياغة العلاقات العربية، العربية العربية الإقليمية العربية الدولية. قبلها عرفنا أنه إجا إلى بغداد لأول مرة من فترة طويلة وزير الخارجية السعودي عادل جبير، والتقى بعلاوي وصار في وزير الخارجية العراقي، وصار في مؤتمر صحفي، وفيه على الأقل في شيء نسميه نوايا حسنة، متعارف على هالتعبير. الصورة العامة تقول ان احنا على اعتاب تسويات تاريخية، وانه احنا في ما قبل الفصل الاخير من هذه التسويات. شنو يعني المطلوب الاساس في الحديث كله هذا؟ انه احنا الان يعني كل المؤشرات تقول ان احنا متجهين لهذا الاتجاه. تركيا ما عندها مجال غير ان تتجه شرقا وجنوبا، ان كل محاولاتها البائسه للاتجاه غربا وشمالا باءت بالفشل، واخرتها سمعتوا اكيد المهاترات اللي صارت بين هولندا وبين تركيا الاسبوع الماضي، وقبلها 1000 مشكلة مع الولايات المتحدة
واتهام لتركيا بالدكتاتورية، اتهام تركي لأمريكا بالضلوع في الانقلاب اللي شن عملوا فتح الله جولن. روسيا أشبه بوتين أشبه بلاعب الشطرنج، من جهة يحرض الأمريكان على أنهم يدعموا الأكراد بأسلحة نوعية، ومن جهة يعمق علاقاته مع تركيا، وفي كل الأحوال هو يأخذ من الحصة التركية ومن الحصة الأمريكية ومن حصة إيران. يعني خلينا نتكلم نسمي الأسماء بمسمياتها. إيران تتراجع في العراق، تتراجع في سوريا، مو بالطموح أكيد اللي القوميين كثير من القوميين العرب يطمحون إلى أنه ما يكون في دور إقليمي لسوريا إلى إيران في أو لتركيا في العراق وسوريا، لكنه يعني المؤكد أنه الدور الإيراني والدور التركي يتراجع في البلد في البلدين. ما يهم هنا هو إيش النظرة، نظرة القوميين، نظرة التقدميين، نظرة الوطنيين إلى هذه التحولات. نحن بين يعني عندنا خيارات يمكن تكون خيارات جدا محدودة. الوضع العربي من الضعف، الوضع الشعبي العربي، الوضع الحزبي العربي، وضع النخب العربية هو من الضعف، بحيث لا يمكن لأي جهة أن تقدم مشروعها الخاص وتطرحه وتدعي أنها تزعم أنها عندها القدرة على قيادة هذا المشروع. هذا يستدعي أن نعيد النظر بالعلاقات نفسها بين القوى القومية مع بعض، بين القوى اليسارية، بين القوى الوطنية، وأنه يعني المشروع اللي طرح في الخمسينيات والستينيات حول وحدة القوى التقدمية، يعني يقينا أنه هذه المرحلة هي ليس يعني هذا مطلب ليس من باب الرفاهية وليس من باب الرياضة الذهنية، لأنه الكل يتكتل محاور سوف تتشكل قريبا وتعلن عربيا، أميل إلى دول الخليج ومصر والأردن وتونس والمغرب تكون في محور، والمحور الآخر ضعيف. يعني ما في محور آخر، يعني سوريا لوحدها مش في محور، والنظام الفاسد في العراق غير لا يملك أي مشروع خاص فيه، كل المشروع هم يختزل كله في منهج طائفي مقيت وفي سرقة ثروات العراق وإخضاع العراق لأجندات إقليمية. يعني ما في، وهم يعني العراق المحتل مكبل باتفاقيات مع الولايات المتحدة تعد يعني تجعل من القول باستقلاله شغلة يعني عدمية، وأيضا ليس هناك ما يعني يشي بقدرة العراقيين الآن في الوضع الحالي في النظام الحالي على التحرر من هيمنة الولي الفقيه. يعني شيء يعني البلد مربطة، والجزائر لاحظنا أنه مع هالتحولات هذه عادت مجددا عمليات الإرهاب بقوة في الأسابيع الأخيرة، يعني بقدرة قادر وجدنا أنه التصعيد العمليات الإرهابية، قتل المدنيين في دمشق في الجزائر في العراق تمسيب وتائر أعلى بكثير مما كانت في الشهور الماضية، وما في تفسير هذا إلا أنه الميل الإرهابي قهقر في المواجهة العسكرية يلجأ إلى آليات أخرى ليأكد حضوره. الحديث يعني اللي أنا أعتقد مهم جدا نتحدث نناقشه الليلة هو إنه شنو هو الأفق اللي عندنا. النظام العربي الرسمي بمفرده عاجز، لكنه هو هذا النظام، هو هذا الموجود، الأنظمة موجودة وقائمة. دور القوى الشعبية بمفردها لن تكون قادرة. شنو هو البرنامج السياسي؟ يعني نحن بحاجة إلى برنامج سياسي من الأسفل
لأنه إحنا من الأعلى بيكون يعني يعني كلامنا في حديث في سوق صفافير ضايع، ما حدا راح يسمعه. فبدنا الآلية العمل، أنا أعتقد أن إحنا محتاجين إلى أن القوة التقدمية العربية تتجمع مع بعض، تتجمع محليا، تتجمع عربيا، وتتحرك في إطار خلق جبهة متينة ضمن البرنامج. والبرنامج مش نحن كل يعني كلنا نعرف بالضبط، نعرف ان احنا نريد ديمقراطية، نعرف ان احنا نريد تنمية مستقلة، نعرف بالنسبة للقومية العرب وان هم ان احنا نريد وحدة عربية، نريد اي شكل من اشكال التنسيق العربي، نريد تكامل اقتصادي، نريد موقف حاسم من موضوع التبعية للخارج، تبعية للقوى الكبرى، تبعية للقوى الإقليمية. نريد أيضا نوصل إلى حالة نوقف فيها التدخلات الخارجية. نريد صيانة الحدود اللي احنا رفضناها من قبل الآن، اللي هي صيانة الأقاليم الدولة الوطنية على الأقل بالخرائط اللي قائمة، اللي كانت قائمة قبل 2003. من 2003 حدثت أشياء كثيرة، العراق فتت، السودان فتت، ليبيا فتتت، العراق، سوريا فتتت، اليمن فتتت. يعني نحن نشعر أنه حالة التشظي هذه لابد من وضع حد لها. فيه اليوم مصر تعمل على أنها تتدخل في ليبيا، وهذا تدخل من وجهة نظري تدخل إيجابي، لأنه يعني يطرح ضمن يعني مبدأ الدفاع عن الأمن الوطني المصري من جهة، ووحدة الأراضي الليبية من جهة أخرى. يعني أنا يعني وإحنا نستذكر الاحتلال الأمريكي للعراق، نعرف انه الهدف الاساسي من هذا العدوان هو كبح المبادئ اللي احنا اليوم نتطلع عليها، كبح وجود نظام وطني قومي تمكن ان يحقق تنمية وصفت بالانفجارية، نظام عنده موقف صلب وحاسم من المشروع الصهيوني، عنده رؤية للأمة أنه حدود هذا النظام يعني هي من البحر إلى البحر، يطمح إلى وحدة عربية، يطمح إلى تنمية مستقلة، يدير شؤون الاقتصاد من ثروته النفطية من داخله بإمكاناته وبقدراته. الاحتلال كان لكبح هذه المبادئ، لكبح هذا التوجه. أي قراءة حقيقية لإفرازات الاحتلال ينبغي أن توضع في هالسياق، في سياق تدمير العراق، تدمير إمكاناته الوطنية، عدم يعني تمكين أي بلد عربي من الخروج من نفق التخلف. وإذا ما استوعبنا هذه المبادئ تبقى السياقات الأخرى للعدوان ولسقوط بغداد والمبررات اللي طرحت، سواء أسلحة الدمار الشامل أو حقوق الإنسان أو هذه كلها تجي نضعها إحنا في سياق الكليشات اللي قدمت التبرير للعدوان، واللي استهدفت الأمة العربية، واللي أكدت الأحداث اللاحقة بعد 2003 إنه القبول بما جرى في العراق هو قبول بتفتيت الأمة، بإلغاء حاضرها وبتحويلها إلى ممالك وأمارات وقبائل وعشائر تتناحر مع بعضها. الرد الحقيقي على العدوان هو هذا الرد، هو العمل من أجل الدفاع عن المبادئ. الرد الحقيقي ضد العدوان هو تأسيس
إعادة التأسيس، إعادة التقييم. لا يمكن نحن نستنسخ تجارب الماضي، ولكن ينبغي أن نؤسس مجددا لحركة تقدمية قومية تقدمية تستوعب المتغيرات والتحولات الكونية، تستوعب أنه في عالم آخر يتحرك احنا جزء منه. نحن نعرف أنه اليوم في أمم تخرج من 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 التاريخ إلى التاريخ. اليوم في الهند، في البرازيل، في عندنا مجموعات شنغاي، مجموعات البريكس، مجموعات هذه كلها محاولة للتوق من التحرر من نير الهيمنة الإمبريالية. الدفاع عن هالمبادئ هو الرد الحقيقي على احتلال العراق، والخطوة الأولى هي لقاء القوى التقدمية بكل مكوناتها القومية واليسارية والوطنية على برنامج لوقف حالة الانهيار. وفي الأخير بتبقى في مدارس، نحن في هذا التجمع نحن قوميين والتقدميين، نؤمن بأنه الديمقراطية ليست ترف بس بالضرورة للشراكة، هي ضرورة لإنقاذ الأمة، ضرورة للتنمية حقيقية، ونؤمن أيضا بالعدالة الاجتماعية، ونؤمن بتقليص الفوارق بين الغنى والفقر. كل هذه العوامل، كل ما أطرناها وأشرناها ووجدنا برنامج لاستنهاض هذه الأمة هو هذا الرد الحقيقي على الاحتلال. وأنا أفضل أنه أقف عند هذا الحد وأترك الأسئلة، لأنه أفضل تكون علاقتنا علاقة حوار مع بعض أكثر مما هي علاقة محاضر متلقين. شكرا لإصغائكم.